السلام الله عليكم واهلا وسهلا بكم اعزائي عزاتي متتبعي ومتتبعات قناه تيليمارو في كل مكان. حلقه جديده من برنامجكم جلسه رياضيه، جلسه رياضيه وكما عودناكم مساحه زمنيه للحوار والنقاش والسجال والتداول في مجموعه من المواضيع التي تشغل بال الجمهور الرياضي وجمهور كره القدم على الخصوص. ثلاث محاور وضيفان. في المحور الاول سنتوقف عند الاعلان الرسمي من طرف الاداره التقنيه الوطنيه عن اسماء المدربين مدربي المنتخبات السنية. وفي المحطة الثانية سنتوقف عند الحادث العرضي لنجم الرجاء محسن متولي، ونختم كالعادة بتدوينة بصورة مثيرة للجدل، هذه المرة تدوينة للاعب اختار الخيار الصعب. لمناقشة هذه المحاور يحضر معي في بلاتو تيليماروك ضيفان لهما إلمام ومعرفة بهذه المواضيع. باسمكم جميعا كنشكركم على تلبية دعوة البرنامج. شكرا سي هشام العمراني على قبول دعوة البرنامج. هشام العمراني اللاعب الدولي السابق، لاعب الرجاء والوداد والكوكب مراكشي والجيش الملكي. راشد البرنوسي. راشد البرنوسي مدرسة. طبعا المنتخب المغربي. طيب. مرحبا بك. شكرا سي حسن البصري، تحيه لك وتحيه لكل المشاهدين الكرام. معنا المحلل الرياضي والزميل الصحفي يوسف شاني عن محطه دوزان. تحيه لك حسن وتحيه لمشاهدي تيلي ماروك. البدايه بالاعلان الرسمي عن تشكيله مؤطري ومدربي المنتخبات الوطنيه للفئات السنيه. يوسف، شنو الملاحظات ديالك على التعيين؟ التعيين لاول مره يتم تعيين المدربين بهذا الشكل المكشوف، هذا الشكل العلني في ندوه صحفيه. هي بديله طيبه ان تكون ندوه صحفيه كيكون فيها تقديم لو ستاف ديال المدير التقني بمختلف الفئات العمريه ديال المنتخبات. وبما اننا كنلعبوا الان على التواصل كوميونيكاسيون على ليماج، بعدا عندي ملاحظه وانه ما كانش ذاك اوشن تاوي يكون لابس نفس اللبسه ديال الاخوان، هو عنده الشعار والشعار ديال هذا باش يعطي الجانب البني بحال هو شيف شونتي ومع الخدامه ديالو. هذه حيت الصوره مهمه. بالنسبه للاختيارات كنظن على ان كانوا بزاف ديال اكثر القيل والقال حول بعض الاختيارات ديال بعض المدربين. كانوا اسماء كدور يعني كدور اوتور دي شوا اللي كان غيدير اوشيان. في الاخير تضمن بعض اللاعبين وبعض المدربين الاجانب. اللي كتعجبني انا القضيه هو انه في بعض المنتخب كيكون عامل السن مرتفع مع المساعد ديالك ويكون ان جون، دونك ما كاينش هذيك لا كريز ديغو، ما كاينش هذيك ديال الانا والانا ولا انت، يعني كتكون دائما انت كتحتارم اللي كبر منك. ممكن يكون تكامل بحال مثلا يقدر يكون كونفليكت جينيراسيون. ما كنظنش خصك تكون انتيليجون بحال دابا عبوب زكريا مع سيموني، ما نظنش يكون عندهم كونفليكت جينيراسيون، لان عبوب زكريا اصلا يمكن من القدام هو اللي بقى تبان بان السيد اعطى وخدم واعطى نتيجه اللي كان مع المرحوم مصطفى مديح. بما ان كاين كذلك بعض اللاعبين اللي كانوا تا هما كانت الاسماء ديالهم اللي كانت كيسخفوا كاين كذلك بدر قادوري اللي ولا توا في الاي 17 جو بونس. كنظن هاد الخليط ديال الجنسيات برتغاليه اسبانيا مغربيه، هما 14 تقريبا منهم 10 ديال المغاربه، كنتمنى على ان هادوك يهزوهم في هذاك النيفو اللي كيتمناوه، لان دي مومون كختار ان برتغالي ولا ان اسبانيول دونك ما لقاش شي مغربي تماك، كنتمنى جميع المغاربه اللي كاينين ياخذوا الخبره ولما لا حتى هما يكونوا في مناصب افضل من الان. انا غير الملاحظه اللي عندي على سيموندي، لان سيموندي كان مدرب ديال اولمبيك خريبكا، درب مجموعه من الانديه سواء في المغرب او في الجزائر، السن ديالو شويه متقدم. واش حنا ما غاديينش في اتجاه ديال اننا نديروا نوع من التشبيب؟ على الاقل كاينين كفاءات، ماشي تكون مغربي ولا يكون اجنبي ماشي مشكل. غير السن انا بان ليا واحد كيفوت 63 سنه شويه خصوصا بيرنار سيمون دي شلاف مع اولمبيك خريبكا، فما كان تجربه بالنسبه لي تجربه فاشله، ما كانش نتائج ايجابيه. التشبيب داروه في ليزادجوان، داروه في المدربين المساعدين اللي كنشوفوا روكي وكنشوفوا بدر القادوري وكنشوفوا ايضا زكريا عبوب اللي مقابل الحرس القديم، فكان تشبيب من المدربين المساعدين. ولكن واش بيرنار سيمون دي غيعطي الاضافه ولا ما غاديش يعطيها؟ الايام القليله المقبله ممكن انها تعطينا شنو كاين، ولكن على حسب وجهه النظر ديالي فكنظن على ان حتى التعيينات كنظن على ما خداو وقت كبير، لان منذ رحيل ناصر لارغيت كنظن على اوشن تعين
ستة اشهر قبل من وراء ناصر لارغيت، كنعتقد على ان زار عده انديه، شاف لي سونتر دو فورماسيون ديال عده انديه، خدا صوره شامله، خدا الوقت الكافي لانه يفكر في شكون اللي غادي يكون في المكان المناسب. اعتقد على ان تطرق لواحد المساله مهمه في التقرير اللي جا ديالكم، على انه ستكون مواكبه ديال العصاب وديال الانديه، لانه شيء مهم، لان المنتخبات الوطنيه منين كياخذوا من الانديه بطبيعه الحال. كنعتقد على ان الانديه خصها تلعب الدور ديالها وتوجد لنا لاعبين اللي ممكن لانهم يقدموا الاضافه للمنتخبات الوطنيه بكل فئاتها. تكلم على الهويه، الشن تكلم في المداخله ديالو على استراتيجية ديالو على محاولة إعادة الهوية لكرة القدم المغربية، اش كيقصد بها؟ لا، الهوية أنا كنظن القراءة ديالي هو أنه بغى يحاول يعطي أن موديل مادين مروكو، لأن رتف عنده صحفي طرق قال بأن لي كان ممكن أننا نجيب أطقم من برا كاملين، سواء من بلاد الغال ولا اسكتلندا ولا إسبانيا ولا هذا، ولكن ما سيغاكوا، لان غادي يكون العمل يمكن غتحكم عليه بالفشل من الديبار. علاش؟ لان واحد دي مونتاليتي مختلفين بالنسبه، ماشي بالنسبه للمغاربه اللي عندنا، ماشي كفء دي مونتاليتي بالنسبه لواحد الواقع اللي كاين الان اللي خصك تعمل به. دونك حاول يخلق التوازن بين الخبره و لو كوميل و لو فيكو دو كلك كادر اترونجي مع لا مع لا مع مدربين سابقين، مثلا شابين كما قال هشام، يحاولوا يحتضنوهم باش هما اللي كيعطيوهم ديك اللمسه ديال هالواقع، هالمغرب فين واصل، ها اللي غيقدر يكون ليديال هو هادشي اللي باغي دير انت، ولكن بعض المرات الواقع الامر كيفرض عليك تادابتا. هذيك لا توج دادابتاسيون ممكن يجيبوا المدربين المغاربه. يوسف، واحد تغريده ديال اوشن في كيتكلم فيها على الانجاز ديال كره القدم داخل القاعه، وقال انه هذا اول انجاز ليه والكرة المغربية في العهد ديالو، يعني يتكلم على هذا المكسب، أننا دينا بطولة إفريقية مزيان، ولكن نهار جاء هو وشن في المناظرة ديالو الأولى أول ندوة صحفية تكلم على كل شيء إلا كرة القدم داخل القاعة، وتقلقوا الناس ديال كرة القدم داخل القاعة، وفي هذا البلاطو قالوا علاش هذا السيد جا وتكلم على كاع الرياضات وما تكلمش، ولكن ملي كان الإنجاز تبناه. لا، هو ما غيقدرش يتكلم على كرة القدم داخل القاعة. علاش؟ أنا باغ هذا الرأي ديالي الشخصي. كيبان لي بان الدكيك أحد المحاضرين ديال الفيفا، ومن شفت المنتخبات اللي كانت، أنا كنت في العيون من الأول حتى الآخر، وشفت المنتخبات اللي مشاركين، جميع المدربين حسن كيشهدوا السيد دكيك بأنه مدرب من ماشي من الطراز العالي، من الطراز تقريبا ما بين الأوائل في العالم. ما كنظنش على ان اوشين غادي تغيب عليه ان دكيك احد الطاقم اللي في المستوى غادي يغيب. انا غادي نحيد دكيك او غادي نحيد. لا، ما تكلمش هو كاع على كور، ما تكلمش عليها في استراتيجيه. انا كنظن مما تكلمش عليها مساله بديهيه، ان دكيك راه عنده كره القدم داخل القاعه بلا ما نهضروا. كره القدم الشاطئيه، كره القدم الشاطئيه فيها مصطفى الحداوي، هذه اللي هي نقدروا علاش واش تكلم عليها او لا ما تكلمش عليها. لان تقريبا من نهار تخلقات كره القدم الشاطئيه فيها مصطفى الحداوي، ولكن عاوتاني ماشي نقولوا واحد مصطفى الحداوي طول فيها. لا، مدرب لا طول فيها. علاش؟ لان لا، واش مسؤول ولا مدرب؟ لا، هو مسؤول ومدرب. انا كيبان لي هو المدرب ديال الفريق الوطني المغربي. غير هو عاوتاني ما نساوش بان مصطفى الحداوي شد الكره الشاطئيه من والو. راه عاوتاني ما نقولوش بان علاش السي طول، شحال من واحد كيكريتيكي، اكيد بعض المرات النتائج ما كتبعش، ولكن ما نساوش عاوتاني البطوله الشاطئيه اللي ما كانتش وما كايناش اصلا، وبالمنتخب الوطني واختياروا بعض اللاعبين كانوا كيحاولوا مره يمشيوا مثلا كؤوس افريقيه، مره يحاولوا يمشيوا لكاس العالم الشاطئيه، النتائج ما كانش كتبع، ولكن عاوتاني ما نقولوش بان راه مصطفى الحداوي راه ما دار والو، الكره الشاطئيه خصنا نحيدوه. يمكن خصنا نديروا اون ايفالواسيون اكيد، ولكن عاوتاني الا ما تكلمش عليها لان هاد الناس عطاو نتيجه في هاد المنتخبات. طيب غادي نمشيو الان المحطه الثانيه في غليسه الرياضيه. في المحطه الثانيه سنتوقف عند الحادث العرضي لنجم الرجاء متولي. غادي نرجع عندك هشام، انت عشتي الاعتداء ديال بصح مع الوداد، انت عشتي الغاره ديال بصح مع الوداد باللي يجمعوا عليكم في عهد الشريف على ما اعتقد في التيران ياك. هذيك ما كاين لا رويضه، هذه ما كاين والو. هي اللي جينا نشوفوا اجمالا، فكنعتقد فصل امور، كنعتقد على ان
كل شيء هادشي كيما خصو شي يكون نورمالمون. واخا اللي غتهجم على واحد الانسان في مقر العمل ديالو راه كتريني في المركب، راه كتريني في يعني راه مقر العمل ديالك هذاك، فبطبيعه الحال لان السلوك اللي كان شحال هادي وما بغيناش نرجعوا للوراء هذاك الشيء كان دار في الماضي، ولا السلوك اللي وقع المحسن. انا ما عنديش حيتيات كثيره على الموضوع اللي وقع المحسن، لا غير الحدث كيقولوا احنا لا نلوم طبيعة اي حال. احد ملي ما كتكونش عارف الحيتيات ما كاينش واحد طارتي الرويضه كطير 60 واحد كطير لي الرويضه، كاين اللي طير لي الفريخ كاع ماشي غير الرويضه كطير لي، ولكن حتى واحد ما مشينا درنا معاه لونكيت بحال قلنا له ماجي شكون اللي طير لي الرويضه واش ودادي. لا هذه المساله بعدا انا ضدها، هذا الحال اللي يقول لك ودادي هو اللي دار هذا الشيء، هذا اتهام باطل. هذا انا اولا دابا انا زعما سانونكاش كو مو، انا ما كنظنش ان جمهور الوداد توصل به انه يمشي يقصد لاعب ويحرموا على وليداته وعلى مرته، انا ما كنظنش هذه المساله ديال حيدوا الرويض وهادشي. انسان ما يقدرش يتكلم فيها الا بعد البحث الجاري ديال الشرطه. اما باش اوتوماتيكمون علاش قلتي تقول لك كاين 60 و 100 واحد اللي كتحيد لهم الرويضه في المغرب ما كيعرفهم حتى واحد، ولكن هذا حيت محسن متولي سي ان بيرسوناج بوبليك، الناس كيعرفوه لاعب الرجاء اللي كيقضي موسم في المستوى مع فريق الرجاء الرياضي على جميع الاصعده. هادشي اللي خلى الناس كيقولوا، حيت علاش دائما الشرطه السؤال الاول غادي يقول لك واش كتشك في شي واحد. الشرطه لا تتعامل لا تفتح تحقيق لان هذا الشخص شخص لا طلب منها، لا مواطن عادي حتى هو تلاح ديال الرويضه في شي خون تشك بانه شي واحد حتى هو غادي يفتح تحقيق وغادي تمشي للمسطره عاديه. ما كاينش مواطن درجه اولى ومواطن درجه ثانيه، هذه باش نتفقوا عليها. وانا حسي حسن نفتح قوس ونتمنى لان التحقيق اللي تطلب انه يمشي جوسكو بو ويعطي بان فعل الفاعل او كما كنقولوا هذو شفاره ولا بني المجهول ولا بني لا علاش باش نقطعوا ديك القضيه ديال واقيلا شي ودادين. ما يمكنش تلصق حدث بواحد الحاجه اللي انت ما عارف عليها والو، تهمه ولا الشكوك ماشي في محلها. وكنظن باللي هذا البحث هذا خصو يمشي جوسكو بو باش نعطيو النتائج باش نحيدوا ديك القضيه ديال راه حيت متولي كيلعب في الرجاء تلقاو لي الودانيين. انا ما متفقش معاك، انا محاوله قتل هذه راه بزاف. كانت غادي في لوطوروت وغادي بواحد السرعه اللي تكون فيها 100 و 120 غادي بسرعه كبيره، كانت لا قدر الله يوقع شي مشكل كبير. جاب الله على انه كان في درب السلطان على ما اعتقد، يعني تكون السرعه ديال 50 60 كنظر على ان حفظ الله، لان يعني تخرب شي بكطون الرويضه. الرويضه ديال اللور ماشي ديال القدام، يعني القدام تقدر ديرها لك ولكن اللور انت غادي لا تنور سي حسن تقدر ما تحكمش. لا كانت السرعه، لا كانت السرعه انت محلول لك هذوك سميتو غادي توصل بها حتى لوطوروت راه فتح السراغ لا غادي لا هذا الاعتداء ما يسمى سلوك مرفوض. لا ولكن لا انا كنقولوا اعتداء راه ما يسمى يمكن ما يسمى باعتداء. ما خصناش نقولوا هذه الكلمه هذه لان التحقيق جاري ومازال ما عرفناش اشنو هو، فهمتي؟ خصنا نعرفوا باش نعرفوا الكلمات ونوزنوها باش ما نبقاوش نمشيو في سكاك اللي ماشي هي. اعطيني تحقيق واحد كشف لنا على الحقائق في اي دومين. عطيني شي لجنه ديال التحقيق وقالت لك راه هو هذا الشيء اللي كان تفرقع تما راه اسبابه هذا اللي وقع تما. ها هما ديال الوداد شحال هذه باش وقع هذاك الهجوم على الوداد؟ تكون في 2013 حنا في 2020 سبع سنين. عطيني النتائج ديال التحقيق. ما داروا تحقيق لا مشات للقضاء ولكن فينا واش الراي العام؟ حتى هي المجهول يعني حتى هي المجهول ما كان حتى شي حاجه. لا بلاتي الحدث اللي طرا ديال الوداد مختلف على ديال الرجاء ديال المتولي. علاش؟ لانه هادو فعل مقصود ودخلوا عند اللعابه فين خدامين فين غادي ترينيو ومعروفين وكيقولوا بان حنا هادشي بغينا واخا التحقيق اللي دار انا كنعاتب شاني التحقيق اللي دار على الملتمين اللي تبعوا الحافله ديال الرجاء وجايه من وطزم وحطموا لها كاع الجاج ديالها قال غير تفتح تحقيق. اش عطينا اش قالت؟ النتائج ما كاينش. لا انا اللي كنقول لا لعابه الرجاء لا لعابه الوداد انا كنلومهم الا كانوا كيعرفوا شي واحد تماك وما صرحوش بها. حيت علاش نقول الدين ما تلوم على راسك؟ علاش انا باش غتعرفوا؟ لا انا انا كنقول بين قوسين بطبيعه الحال ما يمكنش غادي تعرفوا. لا انا كنقول بين قوسين يعني لو كان عرفتوا فيهم شي واحد من المسؤوليه ديالكم انكم تقولوها. وتا لعاب الراجل تلقى لهم في الطريق لو كان عرفوا شي واحد، حيت حنا كنعرفوا في المغرب
فاش كانت تطور المسائل وهذا كان دواء الله يرحم لك الوالدين مسكين هذاك راه هذا وهذا وكيخدام على دارهم وحنا المغاربه كان يعني كنسامحوا سورتو فاش كدوز على اخرى واقعة ديال مقتل هذاك المشجع ديال الجيش اللي كان جاي الجيش لاعبين مع الوداد في الهراويين في الهراويين شكون اللي تشد؟ لا ولكن هذيك راه قالوا بان حادث عرضي قالوا في الاخر كيفاش عرضي؟ باللي كانت شي قطعه ديال شي طريق وما ماشي هذيك في لوطوروت هادشي اللي كاين زعما ما قالوش يعني ما مشاوش جمهور الوداد مشاو لا ماشي انا ما كنقولش جمهور الوداد غير هذاك اللي ضرب يكون جمهور ديال الوداد ولا هذاك اللي ضرب هذاك المواطن يكون كيما بغى يكون هذا قتل واحد خرجها كاع من الكور عطينا الحيتيات ديالها ايوا ما غاديش تقدر تعرف الا ما شداتش الكاميرا الطوموبيل والماتريكولاسيون وما كاينش متابعه ما غاديش تقدر تعرف وحتى في الواقعه ديالكم ديال الوداد بزاف اللاعبين ما بقاوش مشاو بوزي لا كانوا الدراري داروا ديكلاراسيون من بعد هو شوف هو دائما اللعاب دائما تيقول لك انا اخويا خليني من هاد المشاكل انايا خصوصا كنتامي لواحد الفريق اللي كبير وهذا خليني انا بغيت نركز على الخدمه ديالي نركز على المباريات ديالي داكشي ديال المحكمه وداكشي ديال هذا راه كاينين الناس اللي مسؤولين هما اللي مكلفين كنظن على ان اللعابه كيبغيو يبقاو بعاد على هذه المسائل هذا ولكن مجملا فكنظن على ان لا السلوك هذا اللي كان طرا راه باقي كيطرا هادشي يا حسن باش نوضح لك واحد القضيه راه جميع الفرق المغربيه ملي كتكونش نتائج راه كيدخلوا يحبسوا لونطريمون هذا حتى هو سلوك مرفوض راه حتى هو سلوك اجرامي ملي غندخل عندي انا لونطريمون وتحبس لي مثلا لا سيونس ديال لونطريمون ديالي وانا الطوموبيل كيخسر لك الطوموبيل هادشي كاين كيخسر لك الطوموبيل يعني شوف كنظن على ان السلوكات شوف اللعاب دائما ولا الفريق دائما مربوط بالنتائج اللي كانت النتائج ايجابيه راه كلشي تصفق وتهلل ولكن ملي حتى كنقولوا مثلا الجمهور دائما في السراء وفي الضراء كيخصو يكون مع الفريق ديالو يمكن دائما غادي تكون نتائج ايجابيه وطبيعه الحال يمكن دائما تكون نتائج سلبيه ولكن ممكن نحتج عليك ممكن نعاتبك على بعض المباريات اللي ما قدمتيش فيها مستوى كبير سواء اللاعبين سواء المدربين ولكن داك الشيء يبقى في الحدود احنا اللوم ديالنا على اللي ناس اللي كيقولوا ان هذا الفعل راه من فعل فاعل ودادي بدون حجاج انا ما متفقش انا ما متفقش لا انت انا باش نتفقوا على ممكنش حيت اللعاب ديال الرجاء انا ماشي حيت كنت ندافع على اكس ولا يدير ولكن حيت اللعاب ديال الرجاء اوتوماتيكمون البال ديالك غادي يمشي راه جمهور لا ما خصناش نكونوا بهذا المستوى ما نفكروش بحال هكا ممكن على ان يكون شخص باغي يسرق ممكن يكون شخص بزاف الحاجات اللي ممكن كما قلتي يا سي حسن كما قلتي يا سي حسن نتسناو التحقيقات التحقيقات غنبقاو نتسناو التحقيقات طبعا حتى شي نهار حنا الدور ديالنا مره نسولوا الشرطه فين وصلت ديك التحقيق هذه حنا خصنا نديروا القضيه طيب وصلنا للمحطة الثالثة والأخيرة في جليسة رياضية في المحطة الأخيرة صورة وتدوينة مثيرة للجدل غادي نرجع عندك شاني الصوره المثيره للجدل هي من تدوينه متسابق دراج مغربي واعد اختار الانضمام لاكاديميه اسرائيليه لهذه اللعبه رايك حقه ماشي بحقه انا رايي انا بدا ديجا مبدئيا انا مع الحريه الفرديه ومع اي واحد يدير اللي بغى علاش لان يدير اللي بغى في اطار القانون في اطار القانون قلتي انا مع اي واحد يدير اللي بغى ولكن يتحمل العواقب ديالو مع احترام هذاك حيت علاش حيت انا ما احترمش القانون غادي تكون العاقبه والعاقبه خصو يتحملها انا بالنسبه لي اختار هذه القضيه هذه باش يمشي لفهاد الدوله هذه ويمشي يمارس الرياضه ديالو راه دار لو بور ولو كونتر حيت ما نظنوش بان هذه لا ديسيزيون كانت سهله بالنسبه لي هذا المتسابق ديال الدراجات مشى تماك غادي نضيفوا بحال الناس بحال العدائين ولا الابطال اللي مشاو حارقين في الباطو اللي لاح الميداليه ديالو في البحر داخله في هذا السياق داخله يمكن في السياق كيبحث عداد ديالو غير هو هذاك مشى اسبانيا هذا مشى لاسرائيل كاينه حساسيه سورتو الان كيتحمل المسؤوليه ديالو ولكن ما عرفتوش غادي يقدر يستمر ولا لا لان حتى هما غادي تعرف راك عارف الوضعيه ديال النظره غيقولوا لي هذا سمح في بلادو جعدنا لا ولكن باش غتعاود عليه من بعد لا ولكن راه ما تنساش خصك توضع في السياق ديالها راك عارف المنتخب المغربي للدراجات والصراع اللي عند المنتخب مع الجامعه والطواف واش كان وقع فيه والصداع اللي كان وقع
يعني الدراجين الناس وصلوا للمحاكم اذا يقدر يكون هروب من هذا الوضع. ثانيا هذا سونتر مونديال كاين تما سونتر مونديال بحال كاين ديال المصارعه كاين في جديده كاين يتابع مركز دولي ديال المصارعه في جديده يعني ما في الايرانيين الايرانيين العلاقه متوتره بيننا وبينهم ولكن الايرانيين كيجيو اذا هذا سونتر مونديال ترعاه الجامعه الدوليه لي 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 للدراجات يقدر يكون فيه يقدر يكون فيه مغربي يقدر يكون فيه لحيت الى نظام هذيك الاكاديمي يقدر يطور نفسه. واش التساؤل اللي كيبقى واش غادي يبقى يلعب مثلا بالراي المغربي فاش يجي واش غيكون مثلا بيرفورمون ويقولوا بان عندنا يلعب مع المنتخب المغربي لانه او غادي يلعب مع المنتخب ديال البلد اللي فيه يلعب مع المنتخب المغربي لانه لا ينتمي للمنتخب الاسرائيلي لانه هو في مركز هو غير في الاكاديمي تما كما كتشوف المعرفه ولات سونتر مونديال سيكليزم شوف المعرفه ولات يونيفرسال ولا في اي منطقه من العالم تقدر تتعلم هذا بالنسبه لي الله يعاون والله يسهل ملاحظات ديالك هشام في رايي انايا لا نظن لا لان ايه ممكن لان ما تنصفتيش في البلد ديالك وما تنصفتيش في الرياضه اللي كتمارس انت وما نصفوكش المسؤولين اللي انت معاهم كاينين عده طرق كاينين عده بلدان ماشي بالطبيعه انك تمشي لهذا البلد باش تمارس فيه اولا كما قلتي تدرب فيه بالنسبه لي انا ايه كما قال سي يوسف راه الراي ديالو هذاك يحترم هو اللي كيقرر في الاخير في الاول ولكن سولتيني على الراي ديالي كنظن على ان لا لان كاينين شنا حالات كثيره تتكلمتي على هذا السيد اللي لاح الميداليه ديالو مشى اتجاه اوروبا ما احتضنوه هما تيلعب مع المنتخب ديالهم غادي يعيش احسن الظروف ممكن يمشي للدول الخليجيه ولكن بالنسبه لي انايا كنظن على ان احنا اليوم كيتكلموا هنا الاعلام المغربي كيتكلم على البطله العالميه فاطمه الزهراء ديال التيكواندو اللي كدار ديك التدوينه في بلادي الموني وما كانت الى اخره ما مشاتش ها هي في عانا وما مشاتش اذا هذه تقدر في اي لحظه انها تمشي تحمل جنسيه لدوله اخرى وتمشي حتى هي تحرق ولا تمشي بصفه شرعيه. هي كرد فعل لاي انسان اللي كيحس براسه انه تظلم في واحد القرار اللي اتخذ على مستوى ماشي على المستوى ديال المستوى مثلا التدبيري يمكن رده الفعل ديالو كتكون شيئا ما خصوصا اذا كانت اشو ومتسرعه. جبتي لو كا ديال فاطمه الزهراء فهو يعني اثار الكثير من الجدل وكل واحد كيفاش كي انتربريتي. ما نظنش على اي مشكل الاول نمشي انا نقلب على الجنسيه ولا نمشي ندير حاجه. انسان يثبت شويه ويعرف اش كاين ويشوف اللي عنده الحق واللي ما عندوش الحق لان الكل ما عندك البطاله بعدا غير كيبقى التساؤل ديال علاش هذاك السيد اللي لاح ديك الميداليه خصو تيغامر بحياته عاد يلقى الرفاهيه والحياه اللي بغى في دوله اخرى. علاش على الاقل كنظن ان كون وفرنا ليه غير ما نقولكش لو ماكسيموم مي غير لو مينيموم ما كنظنش غادي يغامر ويمشي في هذاك الباطو تاع اسبانيا. شكرا لك هشام شكرا لك يوسف. الوقت مرة سريعا جلسة رياضية انتهت وبهذا كنوصلوا لنهاية حلقتنا اليوم من برنامجكم جلسة رياضية. نتلقى معكم غدا ان شاء الله نفس توقيت على نفس القناة. إلى ذلك الحين لكم مني ومن طاقم البرنامج طيب المنى. إلى اللقاء.